من عشر قوما 40 يوما سار منهم. انا جو سوي متيقنه بما هاد المثله كتعرفوها. بغيت غير نسقسيكم، علاش ما كتطبقوهاش؟ واش عباد الله بغيتي الثقه في النفس؟ سير اخويا تصح معايا مع الناس اللي كيطيروا في الثقه في النفس، حيت غتولي بحالو. علاش غادي اكسيتي واحد لابارتي ديال لو سيرفو ديالك اللي انت دابيتود ما كتوصل لهاش، ما كتحديهاش. بغيتي تولي طياره في القرايه؟ سير اختي تصاحبي مع الناس اللي طيارات في القسم وتسقي فيهم بحال الكراده كما كنقولوا، حيت اللي داروها غديرهم، غتعلمي منهم عادات، غتعلمني منهم الاوقات اللي كيراجعوا فيهم، غتعلمي منهم شحال د الوقت كيبقاو في المراجعه، غتعلمي منهم كاع التويشيات اللي هما كيديروا اللي انت ما كديريهمش اصلا حيت ماشي طياره. دونك اليوم بغيتكم تطبقوا ليا شي حاجه سميتها لا موديليزاسيون، قلتها لكم بالعربيه. بغيتوا تفوقوا في شي ماده، بغيتوا تفوقوا في شي عاده، انا مزاوقه. سيروا دبروا على شي واحد اللي عنده هذيك العاده، اللي عنده هذاك التميز، ولصقوا فيه بحال الكراده، واللي دارها فو روبرودويزي ا لا ليتر. كان واعدكم غادي هذيك لا كاباسيتي اللي عنده هو غتولي عندكم حتى هي. او بيغ ديكا غتكونوا تلاقيتوا مع شي واحد اللي هو مزيان، فوزافي ايلارجي فوتر نيتورك، اي سيغتو خرجتوا بان بو كادو اللي هي التميز. عندك شي صاحبك، شي صاحبتك اللي خاصو يسمع هاد لا فيديو، حيت خاصو ولا بدات ما يولي كيلصق شي واحد هذا، طاغيه اي سورتو ابونيفو لو كونت ديالنا بوغ بلوس دو فيديو. كانت معكم نهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.